والشجا والسهر والعرى قلبي ينزل نسال المطر واللجم الحلال والرضا بالقدر يتحدى الصعاب يا ما كم صبر طفل في بدايات الرحلة، في بدايات الحياة، يخرج من أبواب المدرسة مرغماً ويدخل إلى المنطقة الصناعية من أوسع أبواب الكد والاجتهاد، ويبدأ في طباعة الزيت الراجع على كل تفاصيل حياته وهو مبتسم. عادل سعيد مكاوي من أبناء الولاية الشمالية منطقة دنقلة، ميلاد ونشأة الخرطوم ما بين الديوم الشرقية، بين الديوم ونمتاد الدرجة الثالثة. عادل شرارة قرر أن يصبح ميكانيكيا، ولكن عبر أبواب المدرسة، أن يدخل أولا فصول الدراسة ثم يخرج منها إلى المنطقة الصناعية حاملا شهادة التدريب المهني. التريننج كان في حاجة اسمها EBI تابعة لتحصين الأطفال تابعة لوزارة الصحة. بعد ذلك اشتغلت معهم زي 3 سنة وخليت الشغل، لأن الشغل كان نظام كونترات سنوية. وبعد ذلك انتجهت للمنطقة الصناعية شارع التويوتا القديم كصناعي بسيط، يعني زي بداية أخواني التانين في الرصيف زي ما بقوله. وبدأ يبحث عن شيء مفيد، عن مهنة تساعد الناس أولا، تساعدهم في صيانة سياراتهم ومعداتهم وصيانة كل شيء يرتبط بحياة الإنسان اليومية، ثم تعينه هو على الحياة واحتياجات البيوت. مرحلة المزالة من الشارع في الورشة ساكت إلى ورشة في شركة المرسيدس، أجرت فيها مباني قديمة كده، عملت فيها دكان زي 3 في 4 تقريبا، وبدأت فيه حياتي. ربنا يسر الأمور مشت الحمد لله في الورشة، والواحد أثبت ذاته الفني في أنه قدرة على تحديد الأحطال والتعامل مع المجتمع السوداني. بدأ بتغيير فكرة الميكانيك الأمي، فأتى بالسبورة والطباشيرة والصنايعية الأطفال، يعلمهم اللغة الإنجليزية ومصطلحات المهنة ليقرأوا جيدا حروف الماركة ومواصفات السيارة والإسبير. الإضافة اللي كانت في الورشة حقتي أنا هي كانت فيها سبورة. السبورة دي هي كان عبارة عن تدريب مهني، يعني في بعض الدوائر الكهربائية كان بيتم اكتشافها. الزمن ذاك ما كان في تطلع، يعني كمبيوتر مثلا بوصل لك الدائرة حقت العربية انه يوريك الحاصل على شنو، او لابتوب تقدر تعرف به والدايجرام بتاع الكهرباء ماشي كيف. كانت مجهودات فردية عبارة عن لمبة بيان ووجودك في المجال. لما نتحصل على حاجة في المعلومة فنية دائما كنا بنجمع الاولاد الشغالين معانا على اساس نكسب الوقت في العربيه اللي بعدها ما يكون عندنا نفس الزمن، بنعلم الاولاد دي العبر سبوره ونعلمهم، كان كل واحد عنده كراسة. لم يكن الكمبيوتر حينها موجودا كواحد من اهم ادوات الفحص واكتشاف الاعطال، فبدا عادل بتشخيص السيارات عن طريق محاكاه العطل نفسه. ابتدينا نعمل كتالوجات عبر العمل، يعني الكتالوج عاده بيجي للزول قبل العمل، الزول بيقراه وبيشتغل به. نحن بدأنا نعمل الكتالوج من المهنة ذاتها، يعني نقلع الحاجة مثلا أو نعطلها ونشوف
الشكل اللي حيجي من العطل بتاعه كيف. نسيف العطل في مخنا ونكتبه في الورقه على اساس الشكل ده هو شكل الحاجه الفلانيه المفكوكه. مرحنا الحاجه بالشكل ده ابتدت تظهر لنا شويه شويه التكنولوجيا في شكل اجهزه بتاعت فحص في شكل كتالوجات. ابتدينا بالخلفيه اللي عملناها احنا بنفسنا في السبوره دي ابتدت تظهر لنا كتساهيل لنا في انه العمل الجديد اللي هو الفحص بالجهاز وكذا. تطورت الفكره عند عادل، اتسع طموحه فقرر أن ينشئ مركزا مهنيا لتدريب الطلاب وتمليكهم أهم أدوات الإنتاج. أصابتني حتة بتاعتي أنه أنا ما بقدر، يعني ما في زول مثلا زي ما بقوله بيطلع رأس البيت بيقول هاك يا الله من القريش اللي ادتني لا، أنه يحاول يشكر بها ربنا كده. الواحد بيحاول يشوف له عمل يقدر يجازي ربنا في الشيء اللي قدمه اليوم. فأصابتني الفكرة تحت التدريب المهني، أنا لازم أنفذ تدريب مهني عشان أخلي كمية كبيرة جدا من الأبناء أو من الشباب يقدروا يكرموا أمهاتهم ويقدر يعملوا نفس اللي انا عملته، على اساس انه بعد ذاك الرضا بيعود لك بعد ما انت تعمل العمل الاول، بعد ذاك المثل بتعود لك في حياتك وبتسير لك امور كثيره جدا. الحقيقه هو في اثناء ما كان في عمله في المنطقه وانشا مؤسسه صغيره ما يسمى بورشه خاصه به، كان يعلق او يضع سبوره داخل الورشه. هذه السبوره مهمتها انه يلتف حولها تلاميذه اللي بيتعلموا المهنة أو اللي بيأدوا عمل بإنتاج أو بأجر، يلتفوا حولها بعد الساعة الرابعة بعد انتهاء عملهم ليتلقوا منه بعض الأشياء الفنية التي تعلمها في المعهد. وهنا في قلب الخرطوم الوطن بنى عادل حلمه الأنيق على قاعدة راسخة من العلم والمعرفة والإلمام التام بأدق التفاصيل. الحوش المغام عليه والمركز حاليا هو تابع لل مرحوم جاد الله جبار الفكيه، هو طبعا مشهور معروف، هو السينمائي كان اخذ الحوش ده زمن نميري تقريبا وانشاه كاستوديو سينمائي. انا مشيت لعم جاد الله ده عن طريق ولد محمد كمستاجر لمساحه، فانا لما مشيت هو كان كفيف ما بشوف، لكن كان راجل بليغ جدا وكان راجل عنده يعني فراسه قويه جدا. فقعد قال لي انت داير شنو؟ قلت له انا داير اجير جزء من الحوش بتاعك، هو الحوش ده عزيز جدا عليه. قال لي دار تعمل شنو؟ قلت له دار اعمل مركز تدريب مهني. قال لي دار تعمل مركز تدريب مهني شنو؟ قلت له عشان ادرب الناس. قال لي مصلحتك منه شنو؟ قلت له مصلحتي بس تربيوتهم. قال لي دار مساحه كم؟ قلت له دار مساحه 1000. قال لي بتدفع فيها كم؟ الوقت ده انا ما عندي حوش يعني قايم فيه اشجار بتاعت لا لوب وحوش مهجور يعني. قلت له بدفع لك 1000 جنيه. قال لي ما كثير عليك؟ قلت له ما كثير علي. قال لي قوم امشي اجرت لك. اتعامل معي ببساطه جيده جدا لانه زول واعي كان وعارف انا دار اعمل شنو. حاول عادل الاستاذ جاهدا ان يؤسس مؤسسه اكاديميه على نهج علمي حديث تقبل التطور الاداري والمهني وتستمر في مقدمه المراكز المهنيه في السودان. اي زول بيعمل مشروع في السودان هنا بصرف كل قروش على المشروع. اذا انا دار اعمل لي اي مثلا صالون بتاع حلاقه فرضا عندي 100 مليون بصرف ال 100 مليون، ما باخذ القروش تحت الرننج لحد ما يكون عندي زباين. دائما اللي بيقفل المشروع بعد ما يفتح هو عدم التغطيه تحت المصاريف المستمره. الكلام ده انا بقوله للناس عشان يفهموا انه كيف يقوموا مشروعهم. اشتريت 5 عربات بيستو، انا ذاك كان العربيه ب 18000. شغالات ايجار بوردوا للاساتذه لانه كان عندي دفعه فيها 48 طالب، 48 طالب من المستحاله انهم مصاريفهم تغطي لي حكايه بتاعت 15 شخص كمرتبات وكالتزام بتاع المعهد. المعهد لسه ما اكتمل في نواقص، لازم كان يجيب واوفر المبلغ ده عشان يستمر. فالسير بتاع الاستمراريه كان في الاول القروش حقت الايجار ده كلها كان بتخش بتساعد الاساتذه في انه في القروش اللي بيحصلوها من الطلب من ال 48 طالب زائد الايجارات دي بقت تغطي لي المصرفات. في منتصف 2009 عمل إعلان لأول دفعة اللي تحضر للتدريب في شكل كورسات قصيرة وطويلة، وشاءت الظروف أن يكون أول دفعة من الجامعين لأنه تصادف في ذلك الوقت في تجهيز بتاع جامعين في اتحاد الشباب السوداني يرغبوا في تدريبهم في مهن في ما يسمى بالتدريب التحويلي. مفتاح وزردية وأبرول بهنا على يدي اليمين برضه في قسم اللي هو فوق الطلبة ده قسم بتاع تبريد وتكييف، برضه بياخذ نفس المنهجية في النظام بتاع 3 سنة ونظام السنتين. في عدد الطلاب في الدفعة الواحدة حوالي
من 16 الى 25 طالب في الدفعه. عندنا دفع صباحيه ودفع مسائيه، بنشتغل احنا بالشيفت اساسا، كل مره بكون في طلبه بيطلعوا وطلبه بيخشوا على حسب نظام الشيفت. على الشمال هنا هو دي الميكانيكا، برضو نفس الانظمه، برضو نفس العدديه بتاعت الطلبه، هم برضو بيتعلموا فيها كويس يعني. وعندنا مع السنين اللي فاتت دي عندنا عاود كويس، وعندنا نجاحات في بعض الشركات بقت تميل لانه توظف من عندنا، لانه احنا بنسبه كبيره جدا بنقري سوق العمل، يعني اكثر من نقري احنا تاريخ الميكانيكا ولا كذا، بنقري سوق العمل وبنقري في المهن السلامه، وبنقري برامج مصاحب له علاقه بحاجات تربويه كثيره. أستاذ بجد يعني المحل بتاعه بجد مميز كتير، ويعني والنجاحات كافة كتيرة يعني في كل المحل، يعني هو المركز الأول دائما في كل الولايات، ويعني المحل كويس بجد، يعني ما في فرق بين الأولاد والبنات، كله يعني واحد يعني، يعني والناس بيقولوا البنات ما عايزين يخشوا المحل ده يعني عشان فيه أولاد وحاجة زي دي، لا هو عادي يعني الزول كان عايز يعني يقرأ بيقرأ بجد، يعني كان فيه أولاد كان ما فيه أولاد. يحاط عادل بمجموعة من الأصدقاء والمعلمين والطلاب، يعاونهم ويعينونه في تطوير فكرته الأكاديمية. أنا حضرت وجدته يبني بنفسه في هذا المركز، وبناؤه كان امتداد للقضية اللي هو كان يحملها وبدأ ينفذ فيها عمليا. بعد ذلك جاءت مرحلة أنه بدأ يستقبل التلاميذ من كل الجهات، وبدأ يقدم لهم المحتاجين، يعني يقدم لهم مساعدات أو إعفاءات، ولكنها كانت تكون دائما في الخفاء، لا تظهر إلا بالصدفة. ظل هذا المركز في السنوات الفائتة إنه لمدة 3 سنوات أو 4 سنوات بيجي المركز الأول على كل المراكز الموجودة في السودان الخاصة، وهذا المركز أصبح قبلة لكثير من الطلاب، وهذا المركز قام على أكتاف، وهو رجل مفكر جذب معظم الذين لهم خبرات طويلة في التدريب المهني من المعاشيين، وأصبحوا هم يعني قوة دافعة لهذا المركز. وعادل يقول إن الوطن الذي نحبه ونعشقه ونتمناه خيرا وتطورا ونهضة ونماء يحتاج لنبني في كل ركن من أركانه مركزا مهنيا يعلم الناس كيف نبني هذا البلد. نتمنى انه كل المستثمرين يكون عندهم حس وطني ويعملوا في حاجات تعود للمواطن بطريقه يعني جاده. يختلف الناس في مفاهيمهم لرساله الحياه، الرساله التي يحملونها ويؤمنون بها، وعادل بدا واضحا في صياغه اهدافه، ومن اهمها أن يفعل شيئاً مهماً ومفيداً للناس وللوطن. الأولاد كانوا معي يعني زي 7 تقريباً، يعني هم من الناس المحظوظين جداً، لأن الناس هم من غير ما يكون قروا إنجليزي مثلاً في المدارس، هم الآن يجيدوا اللغة الإنجليزية المهنية ويجيدوا التعامل معه في الأجهزة حقت الفحص وكذا. في منهم برضو من توفق وسافر برا، يعني اشتغل مثلاً في شركة البوين في يعني في أمريكا، وبرضو بدايته كان معاي، وهو تخصص في جهاز الفحص، وهو أساساً أول مرة جاني بايع متجول. أنا حسيت فيه إنه ممكن يعني يكون عنده قدرات خلاف إنه يكون بايع متجول، فحاولت أخلق منه شخص خلاف شخص بايع متجول، وتوفقت جداً فيه. عد الناس من خيرك كله تديهم فضلة خيرك، وأجمل حاجة تشوف أفراحك تزهر وتثمر في عيون غيرك. من أجمل الأشياء اللي يعني مرت علينا في التدريب المهني يعني أعبرتني جدا، إنه في طالب جابوه، والطالب ده يعني مشاكس جدا كان، فقام بعد ما يتخرج ب4 شهور رسل لي رسالة قال لي شكرا يا استاذ عادل اشتريت ثلاجة لأمي. فأنا مشيت لزول عزيز علي جدا ما في داعي لذكر اسمه، لكن زول كان صاحب راي معي، فكان بيسألني بيقول لي انت بترجع قروشك دي كيف، انت صرفت قروش، كان حسابات وحسابات مالية،
فوديت له الرساله، قلت له اقرا الرساله دي، انا كده رجعت راس مالي. قال لي كيف انت تقول لي رجعت راس مالك في 8 شهور وانا اعلم تماما انت صارف شنو؟ قلت له انا راس مالي بيختلف من راس مالك انت، او حسابي انا بيختلف من حسابك. انا حسابي الرساله دي، فقرا الرساله مكتوب فيها شكرا استاذ عادل اشتريت الثلاجه لامي. فهو اللحظه ديك يا دوب فهم انه انا كنت بعمل في شنو. فاعتقد انه انا يعني هسه شغال بفايده ارباح بصاد الرساله جات الاولى دي، يعني انا اي شيء عملته. يعيش الزول السوداني عادل شرارة في امتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم، يبني أسرته ويبني جيلا مؤمنا بالعمل والعرق والسعي الدؤوب. عادل إنسان مجتهد جدا وبحب شغله شديد، وزي ما يقول لكل مجتهد النصيب، يعني إنه هو على قدر ما بدي الشغل على قدر ما إنه هو بديه. في مشاريع بتاعت بيزنس كثيرة ممكن يعني بتجيب عائد سريع أو بتجيب يعني مكسب سريع، لكن هو بيحاول يعني النجاح الأكبر في إنه تتخرج دفعة تحس إنه في عائد للأسرة. فلما يلقوا محد زول يحدد له من هو عمره صغير، يحدد له هو المجال اللي هو حيمشي فيه وينجح فيه ويجي العائد بسرعة لأسرته، يتخيل لي ده المكسب الحقيقي لعادل. الأمنيات لا تبنى بالأمنيات، تحقيقها يحتاج شيئا أكبر من أن ننظر على قارعة الطريق، ننظر من يحملنا على أكتافه للضفة الأخرى. يعني أنا دائما بقول إنه الإنسان ما يعتمد على ظروف البلد ووضع البلد وإنه نحن ننتظر زول يغير الظرف الحاصل، لأنه دي حتكون برنامج طويل وسياسة طويلة وسيستم طويل عشان نقدر. لكن لو كل زول بدأ بالحاجة اللي ممكن يعملها اللي هو تغيير سياسة مجتمعية بسيطة أو نغير في المجتمع اللي حولنا، على أساس إنه يقدر يعني ستيب باي ستيب نقدر نغير البلد كله أو نغير وضعه كله. الأمنيات التي تحققت كان خلفها شباب كعادل، ولعادل أمنيات. شكرا لك جزيل، العهدات نقيمة وريت الشباب ثمرات العزيمة. وكيف الزول بيوصل بالروح الهميمة قبل الخطوة فكرة وبعد الخطوة بكرة نجاحات مستديمة. شكرا لك جزيل، الأهدافنا قيمة وريت الشباب ثمرات العزيمة. كيف الزول بيوصل بالروح الهميمة قبل الخطوة فكرة وبعد